ايه ده عربيه لوت؟ تعالوا لي اجيب عليها. مش واقف انت كل شويه يا عم الزون دخل فين؟ عربيه لوت. اه وادي اللي لو طب وقفها وقفها. ايه ده ما بتقفش؟ اهلا بكم فيديو جديد على قناه افكار تنمير. النهارده يا جماعه انا هلعب لعبه ببجي موبايل، هجرب التحديث الجديد. طب يا جدعان طيب عايزين بس ايه نوصل فيديو بقى لاكبر عدد من اللايكات. مش شك اعمل سبسكرايب. وعايز اقول لكم على خبر حلو قوي بالنسبه للناس. انا عارف انتوا في ناس كتير بتحب ببجي موبايل، بس عايز اقول لكم يا جدعان ان انا فتحت على عربيه المكلارين على قناه الهبات سفاح ب 86,000 شده. والله الرقم حقيقي مش كذب، هحط لكم الفيديو في الديسكربشن، روحوا شوفوه يا جدعان. وعايزين نوصل على قناه الهبات سفاح ل 50,000 مشترك في اسرع وقت. بالمناسبه قناه الهبات سفاح دي قناه مختصه ببجي موبايل بس. ماشي يا جدعان، اسيبكم بقى مع الفيديو، مشاهده ممتعه. راحوا فين بقى؟ إيه هم الاثنين بقى؟ في جاي لي خريطه، جاي فيديو، جاي فيديو. اه ما انا شفته انا ما جاليش اصلي، لسه جاي دلوقتي. الله جميل. ايه ده؟ وجالي هديه الخلفيه. حلوه قوي، حلوه قوي، صايعه صايعه. ريدي ريدي، يلا ريدي، يلا انا ريدي اهو. السلاح الجديد ده حلو، انت جبته منين؟ لقيته واقع فوق في السكول. انتوا اللي ما قلتش ليه؟ ما قلتش ليه عشان اخده؟ ما قلتش ليه؟ ما قلتش ليه؟ عمال اقول اطلع. لا انت قلت لي في اسلحه حلوه وخلاص، كل حاجه خلاص مش محتاج حاجه انت تاني. انت ما قلتليش، انت ما قلتليش. وعمال اقول لك في لوت فوق، في لوت فوق، والسلاح الجديد نازل. قلت لك لا ابيسو، لا ابيسو، مالكش حق ابيسو. ماليش حق؟ مين ده يا جدعان؟ بيركب جنب ناس غريب. انا يا جدعان لحيت عليك كام مره وقلت لك تعالى هدوسك بالمكلارين ابيسو. تعالى مش انا يا عم. ايه ده؟ المكلارين علقت. فين بيسو؟ فين بيسو؟ هتقولي بيدور عليا. عايز تدوسني؟ تعالى دوسني. انا هو يا عم انت واقف فوق الكاوتش الطياره ليه يا رخم؟ دوسني باي. يا لك من شنقيط. ايه ده انت نازل من العربيه سابها؟ ايه حك عليا؟ طب قول انت، قلت في اسلحه كتير لكن ما قلتش جديده. انا بدور، انا لسه بقول في سلاح جديد. قلت لي اه السلاح الجديد. طيب عايزين ننزل عند العلامه يا جدعان، السهم الاخضر ده. طب ما ننزل عند السهم الاحمر ده. لا الاخضر. طب ما تيجي نروح البتاع اللي هناك. يلا. طيب يلا. اشمعنى انت نازل بعربيه واحنا نازلين ماشي يعني؟ مش عارف يا عم. هي ما هي ننزل عنصري ده. انا بحتاج، انا بحتاج في الفيديو ده يا جدعان انه فادي نازل بعربيه واحنا نازلين وراه ماشي. لا ارجو من المشتركين الزام فادي انه يجيب لنا عربيات لينا احنا الثلاثه. صح. ارجو يا جدعان تقولوا الفادي في الكومنتات في الفيديو. انا بقول لكم انا عمار يجيب لي، يجيب لي او يجيب لي عربيه. انا بس يعني الشباب التانيين. طب ما تركب عمار بالعربيه، ما تركب عمار بالعربيه بتاخد اثنين. انت طاير ليه كده؟ اما تيجي تركب. لا انا قلت لك، انا قلت لك ما تركبش. انا قلت لك ما تركبش يا جدعان. في اتنين نازلين ورانا، انتوا لسه بتسنتحوا بسرعه. انزل بسرعه، انزل بسرعه. البيوت دي على البيوت اللي تحت، البيوت ولا نروح على العلامه؟ انجزوا يا جدعان، اتصرفوا بسرعه، مش عايزين نموت. ماليش دعوه انا. واحد بيجري والله يا جدعان بعيد في الساحه. عايز سلاح، سلاح يا جدعان. مفيش سلاح يا جدعان، يا بشر عايز سلاح يا بشر. سلاح. بقول لك يا فادي انت قلت لي في ازاز ومش ازاز. ما هو الازاز فعلا ده حقيقي في حتت، مش في كله، في المباني التكنولوجيه بس. مباني التكنولوجيه؟ ما تاخدنا على المباني التكنولوجيه. طب ماشي، ما احنا ايه بالمباني التكنولوجيه دي؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. صدقني انا يا جدعان بلبس الموزه مش لاقي سلاح. مش لاقي سلاح يا جدعان. انتوا طبعا طبعا انتوا خدتوا اسلحه و100 100 وانا عمال كده اقسم بالله اشهر بصل. اقسمت بالله. طب اتصرف ازاي؟ انا خدت مسدس فجل، اشهر فجل. انا خدت مسدس اسود يعني، مسدس 15 طلقه يعني. انا مش عارف مين اللي اقترح علينا ننزل في الحته دي يعني. روح لي انت بالشنبات الصرصار اللي انت لابسهم من ورا دول. يلا والقرون اللي انت حاططهم. يلا هروح اخوفهم، عمار هيجروا. اه هيموتوا من الضحك حضرتك، من شنبات الصرصار من القرون اللي انت متاعها دي. ايوه في ناس بتخاف من الصراصير عمار. ايه ده انت بتخاف من الصراصير؟
لا 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 عادي يا عم، يبقى بيخاف. بالعكس انا، بالعكس انا بحبهم لو طلعوا قدام. انا بحب الاكتر حاجه اللي بيكون كبير كده وبيقول لي الشنبات بجد والله. بتحبه؟ يا استاذ فادي هنعمل ايه؟ طب ما تيجي ننزل الشلطه يا جدعان. ده طلعت دي محطه يا جدعان، البتاعه دي طلعت مجرد محطه. انا بتضرب، انا بتضرب. تضرب؟ لا ده البتاع خبطتك. جدعان اركبوا القطر بسرعه، اركبوا القطر. يلا يلا افتح الباب يا كلب. اركبوا القطر يا جدعان بسرعه. حاضر. بسرعه يا جدعان، في حد مش هينزل، انجز. هوقف لك السواق. يلا استنى يا عم، استنى يوسف. مين فين السواق اللي هتوقف؟ انا عارف هتعملها هنا. انا عارف. طب خليها خدنا محل في لوت، انا معيش غير دراع. اوديكوا ايه ده؟ بيقول لك في باترول روبوت، معرفش ايه الباترول. باترول بترول روبوت. بترول ده اللي هو بيبقى مكون من البترول يعني. لا كور بيضة. اخدنا بره الزون، اخدنا بره الزون ده. يخرب بيته سواق حمار. انزلوا يا جدعان، الراجل ده مجنون، هيودينا فين ده؟ معرفش والله. افتح الباب يا ابني، افتح الباب. بصوا يا جدعان. طب انزل انت، انزل انت. انزل انا؟ ايوه مش عايز تنزل. في واحده، بص يا فادي السلاح اقول اللي انا بقول لك عليه. ايه في واحده هنا مشاور عليها، تعالوا نروحوا لها بسرعه. فين السلاح؟ ماشي روح روح وانا وراك. روح. فين السلاح؟ اسمه ASM. فين هو؟ فين اي ار اهو معاك. طب ما تديهوني. ودولك ليه؟ عايز اجربها بيسو. اهو اهو تعالى اهو. طب انزل بيسو. ارمي ارمي يا بيسو، ارمي يا بيسو. يا عم حاضر، خد الطلقه اهو. ايه ده؟ ده سلاح ده؟ ايه ده؟ ده مش، بس مش ده اللي بيقولوا عليه. ممكن ايه ده؟ يبقى ده سلاح من السلاحين الجداد بقى. انا جمع السلاح ده، انا ما كنتش عارف ان هو السلاح الجديد ده. ايه ده؟ يخرب بيت صوته، ده رعب. ده دليل على ان الناس بتاخد. طب انت كده خدت السلاح خلاص يعني؟ صح. مش هترجعه لي تاني؟ لا خلاص. هو انت في خلاص حاجة هو في قلبك امام. حلو قوي، حلو قوي اللي انت بتقوله ده. انت قلبك ابيض قوي يا بيسو. اجروا ورايا يا جماعه. نعم. تعالوا، حد بيجي معايا بالعربيه. ايه؟ لا في حد، حد 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 ولا محدش يروح، محدش يروح له. سيبوه سيبوه، محدش ينقذه. واحد على اليمين، في واحد على اليمين، خلي بالك. واحد على اليمين، واحد على اليمين، واحد على اليمين. موت بقى يا ابني، عمال اضرب عليه، عمال اضرب عليه ما بيجيش. موت بقى يا اخي. فين تاني يا جدعان؟ فين تاني؟ طب سيب لي، انا عايز سلاح. سيب لي لوت، انا سيب لي لوت. انا تلوت يا حبيبي. لوت يا حبيبي وانت بتلوته؟ انا معيش سلاح. لا انا بقول لك تلوت يا حبيبي، انا معيش الا ام 4 والسلاح الجديد. طب انت هتشيل ثلاثة؟ ما ثلاثة ايه؟ ما اقدرش اصلا، ما اقدرش. نفس الطلب. مش مشكلة، انا عايزهم كده. ما اقدرش. انت معاك ايه؟ خدت ايه؟ ما معيش سلاح، معيش. ما الشوت جات دي كويسة. كويسة؟ ماشي يا رب يطلع لنا حد. ارمي لك. الحقوني الحقوني، يلا. ارمي لك ام 4 طيب؟ بس انا تديله من فور يا عم، ما تديله من فور. ما عمر ما انا ما طب ما زازا ما زازا بس انت يعني مش عارف. انا طيب ادي التيم اللي معاك. طيب لا خد الجديد. طب لان انا طب خد خد يا عمر، خد. هقول لك تاخد مسدس. طيب مسدس يا عم انت بتهزر. سوري. لا لا والله اصل انا هزر. خد الام فور اهو، تعالى خد الام فور اهو. الله، انت مش قلت لك ما تاخده عمار؟ طب يا جدعان غير طلاق. خد يا عم الطلقه اهو، خد يابا الطلقه. يابا اديله يا عم، اديله. حد يرحمني من الموت. خد جريب اهو، خد جريب، خد جريب. يا جدعان الله يكرمكم يا جدعان. كتر الجريب يا جدعان. النقطه النقطه راحت. كتر الجريب يا بيزا. ردت اهو. خد يا ابني، ردت يا ابني. لا معايا هولو. انت محدش معايا ليه؟ انا تعبت، صوتي راح. النقطه راحت. انت كل شويه عمال تقف تقتل واحد. انا هروح يعني، انا خلاص انا هروح النقطه الثانيه. في نقطه ثانيه، روح النقطه الثانيه. لو راحت حرام بقى يعني. ايه ده؟ الموتوسيكل الطاير. حلو، يلا تعالى عمار، تعالى طير معايا، تعال اركب. ايوه بقى. ايه الدين يا سل؟ ايه ده؟ واقف ليه ده؟ انت مش عارف تطير فيه حتى يا فادي. ايه ده؟ هو يخرب بيته، هو طاير على الارض ليه؟ بيرتفعش. ده بيطير بس شويه كده مش اكتر يعني. انا فكر ايه ده بيطير على الارض. طب انت مش رايح النقطه البيضاء؟ مش عايز تروح؟ انت رجعت كده لورا عند الشباب. ايه ده؟ يجي يقول لنا فين النقطه البيضاء؟ يلا النقطه البيضاء. استنى ما تسوقش، هتعرف انت يعني اللي تسوق؟ يعني انت اللي هتعرف؟ اه طبعا. المفروض في علامات. هو محترف. المفروض في علامات زي ما انت على طول على طول على طول. عيب عليك، ده انا سواق محترف. طب قوي قوي قوي. بدل ما كلنا نركب في العربيه الواحده دي هنا كده، احنا اربعه على طول يا عمار على طول. طب ما انا رايح على طول. اقعد سيدي، هتلبس في القطر. يمين يمين يا عم، يمين.
يمين يا حبيبي يمين 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 دانيلا قوي. امشي على طول. بس بس نزلنا عند المكلارن. المكلارن تعال نركب المكلارن. خلاص كمل كمل خلاص. حد جاي حد جاي حد. ايه ده ده انتوا يا عم اللي معانا بقى ارحم. انا فكرتهم اعداء. انزل يا بيسو. لا انزل المكلارين. انزل هجيب المكلارن. انزل انزل يا بيسو. يلا طب تعال نركب احنا بتاع اللي بتطير دي. تعال ايه ده احنا مالنا. بص احنا نازلين تحت العربيه ليه جماعه؟ النقطه البيضاء هتروح. راحت يا جدعان. واحد قدامنا في واحد قدامنا. روح روح دوسوا دوسوا. والله حرام عليكم ضيعتوا النقطه البيضاء. ما احنا سايقين اهو. انت اللي ماشي يا فادي. انتوا ضيعتوا النقطه البيضاء يا فادي. احنا مالك بينا؟ انت مالك بينا مش انتوا اللي ماشيين؟ انت عمار احنا مالنا احنا. طب النقطه البيضاء هجيبها منين تاني دلوقتي؟ ايه النقطه البيضاء دي؟ النقطه اللي كنا رايحين نشوفها يا جدعان. الزون دخل الزون دخل. هطلع العربيه بسرعه. امشي يا يوسف امشي يا يوسف. اجي ما عادش فيه يا جماعه. ما عادش فيه غير نقطه بيضاء عند الحاويات. هروح عند الحاويات يا جدعان. نقطه بيضاء عند الزون الاول. الزون بتاكلنا والله العظيم. حرام عليكم. احنا مالنا احنا معاك اهو. النقطه البيضاء اقرب نقطه بيضاء عند الحاويات. هروح للحاويات لسه. ما تروح ما تروح يا فادي. احنا ماسكينك ما تروح. مش انت اللي سايق يا فادي ومعاك العربيه؟ مش عارف يا جدعان والله. ما عقبال ما وصلنا راح اعمل ايه؟ ايه ده عربيه لوت. تعالوا لي اجيب عليها. مش عارف انت كل شويه يا عم. الزون دخل فين؟ عربيه لوت. اه وقعد اللي لو. طب وقفها وقفها. ايه ده ما بتقفش؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرام عليك والله يا فادي. والله حرام عليك. ايه ده انتوا لسه صاحيين؟ انتوا صاحيين؟ طب ما انا موت. عربية اللوت دستنا يا جدعان. موت عربية اللوت دي في الفضاء اللي لازم فيها لغايه ما هو على الهادي. ورا الشجر ده يوسف. اه يا جدعان على الهادي. انا والله يا جدعان ما عارف اقول ايه. كنت عايز اوقف عربية اللوت عشان نسرقها. اسمه بيتو. احنا داخلين الزون بوت. حرام عليك والله. والله حرام عليك يا فادي. موتنا على الفاضي والله. يوسف 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 دوسوا دوسوا دوسوا. برون عمل برون عمل برون. درون؟ ايه الدرون ده؟ ايه يا يوسف؟ انا مت في داك يا يوسف. انا مت في داك يا عم. اخره هيموت يعني. يعني ايه اف 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 يوسف؟ مش ما لسه بقول لك يا يوسف. انا لسه بقول لك لسه بقول لك. Yeah, my life is lovely now. I'm focused on me. You said you were about to die. I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, 'cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chance.